يا جماعه بيستخدم موبايله بالحاجات اللي بتيجي جوه قلبته، الموبايل بيجي معاه شاحن بيحط الشاحن في الموبايل وبيستخدم موبايل كان غالي شويه بيجي معاه سماعات بيستخدم السماعات بتاعه الموبايل وخلصت استخدامه على كده. ولكن ما فكرتش قبل كده انك ممكن تشتري حاجات تغير مفهومك جدا عن الموبايل وتخلي استخدامك للموبايل ده احلى كتير جدا؟ في الفيديو هنستعرض احلى 5 حاجات ممكن تحسن بيهم استخدامك للموبايل، وخلينا نبدا الفيديو. اول حاجة وهو سكن او جلد. فعلا انت ممكن تجيب جلد لموبايلك. اشهر الشركات في العالم بتعمل السكنز او الجلود هي دي براند سكنز. طول السكنز ده موجود من فترة طويلة جدا برا مصر، ولكن مؤخرا بدأت شركات كتير جوا مصر تدخل وتقدم منتجات مختلفة بجودة مختلفة. تقريبا افضل جودة خامة في مصر هي جودة اللي بتستخدمها شركة دي براند العالمية، وهي خامة 3M. وفي مصر الشركة اللي بتستخدم نفس الخامة دي هي شركة برو سكنز. يا جماعة شركة برو سكنز دول لما كلمتهم قلت لهم ما تيجوا كده تعملوا سبونسر للفيديو وتدوا بعض الحاجات للفانز، فمن غير اي كلام ولا من غير اي حاجة جم بسرعة وقالوا لي هنسبونسر الفيديو ده. وفعلا يا جماعة بغض النظر ان انا بحب جدا السكنز بتاعتهم، هم عملوا لي كاستم سكن لوجو لو انت على الموبايل وده حاجه انا بحبها جدا، ولكن فعلا جوده السكنز بتاعتهم احسن من اي سكن تاني موجود في مصر. السكنز باختصار هي حاجه بتحمي موبايلك، عاده بيكون ظهر موبايل وعدسه الكاميرا وغيرها من الحاجات اللي بتكون مكشوفه، ومش بتخن الموبايل او بتاثر على استخدامك ليه، زي مثلا ما تركب له كفر خلفي او حاجات تانيه ممكن تتركب فتاثر على استخدامك للموبايل. برضه في الموبايلات زي مثلا الاس 8 بلس السكنز بتغير ملمس الخلفيه بتاعت الظهر، بدل ما هي ازاز وبتبصم بتغيره بانواع كتير قوي من الخلفيات، منها سيراميك ودراجون وحاجات كتير قوي ممكن تدخل وتشوفها على الويب سايت بتاع برو سكنز، هيكون الويب سايت في وصف الفيديو. وبان في اكسسوارز ثانيه كتير فخلينا نقول لكم سريعا كده الحاجات اللي انت هتحصل عليها لو اشتريت برو سكنز. وقلت لهم ان انا شاري عن طريق لاونديتك البرومو كود بتاعك هتاخد تخفيض 35% على السكن اللي انت هتشتريه. برده هيكون في واحد فيكم محظوظ انه هياخد سكن هديه ليه بلاش تماما، انا اللي هقابله وانا اللي هديهوله. فلو عايز تكسب السكن ده اتاكد انك تعمل لايك للفيديو وتكتب في وصف الفيديو ايه نوع موبايلك وايه نوع السكن اللي انت عايزه، سواء مثلا كان دراجون ولا كان كربون فايبر ولا سيراميك ولا ايا كان نوعه، اكتب نوع موبايلك واكتب جنبيه نوع السكن اللي انت عايزه. لو عايز تعرف ايه انواع السكن تقدر تدخل على الويب سايت بتاع برو سكنز هيكون في وصف الفيديو. وخلينا نروح بقى للحاجه الثانيه على طول بقى عشان ورايا حاجات في العاده لما تفتح علبه الموبايل بتكون في سماعات جوه علبه الموبايل، ولكن نصيحه السماعات دي عاده مش بتكون احسن سماعات ممكن تستخدمها، وفي سماعات كتير قوي بتقدر اللي هي تدي صوت احلى كتير قوي، وانا عندي كذا حاجه ممكن ارشحها. ولكن في سعر تقريبا 15 ل 20 دولار سماعات بليدز وولف من اجود انواع السماعات اللي انا سمعتها مؤخرا. ولو ناوي تعلى شويه في السعر وتوصل لحوالي 80 او 100 دولار في سماعات وايرلس من شركه سوديو اللي عملنا لها ريفيو من كام فيديو، السماعات دي صوتها ممتاز جدا والديلي بتاعها قليل جدا، ولو عايز تعرف معلومات عنها اكتر هتلاقيها في ريفيو تفصيليه ليها. وبرده من الحاجات الممتازه جدا اللي انا ما كنتش متخيل في يوم من الايام اللي انا ممكن اتكلم عنها في فيديو واقول دي حاجه ممكن تشتريها انت مع نفسك عشان تحسن استخدامك للموبايل، هي شواحن الموبايل. عادة لو انت شاري موبايل من فئة الغالية او فئة اللي هي اعلى من المتوسطة بشوية بيكون يدعم الشحن السريع، وعادة برضو جوه علبة الموبايل مش بيجي معاها الشاحن السريع اللي بيدعم هو يشحن موبايل في الوقت القصير اللي موبايلك بيشحنه فيه. او لو انت عندك اجهزة كتير في البيت زي مثلا كاميرا وكذا موبايل وحاجات تانية، لو انت شخص عندك حاجات كتير ممكن تجيب الشاحن اللي بخمس مدات. ولو انت بقى شخص كده شاري موبايل غالي شويه وبتدعم الشحن الوايرلس ممكن تشتري الشاحن الوايرلس الفاست بتاع بليدز وولف، وده شاحن وايرلس وفاست في نفس الوقت، وككومباينيشن كده حاجتين مع بعض دول بيشحن موبايل بسرعه جدا وفي نفس الوقت من غير سلك. تحط الموبايل على الشاحن سواء بكفر او من غير كفر والموبايل بيشحن بسرعه جدا. ولو انت مش من هواة انك تحط الموبايل جنب شاحن او تحطه على شاحن، شركه شاومي عندها واحد من احسن الباور بانكس 10000 ملي امبير ممتاز جدا. يا جماعه كل المنتجات اللي بتكلم عنها هتلاقي لينك ليها في وصف الفيديو، لو عايز تشتريها اتاكد انك تشتريها في وصف الفيديو عشان انت هتدعمني لما تشتري منها. لو لاحظت حاجه غريبه بشويه ان نوع السلوك اللي انا بستخدمه مختلف شويه عن السلوك الثانيه اللي عادة بتكون في علبة الموبايلات. وفعلا تاني حاجة يا جماعة اللي بتأثر قوي على سرعة الشحن بتاعت الموبايل مش مجرد الشاحن ولكن كمان السلك، وكمان لو وصلت موبايلك بالكمبيوتر سلك عن سلك يفرق في سرعة نقل البيانات سواء فيديوهات كبيرة أو فايلات أو أيا كانت أنت بتنقله، السرعة بتفرق جامد جدا من سلك التاني. ومن ناحية السلوك برضه أنا عارف أنا قلت شركة بليدز وولف كتير، ولكن عندهم واحدة من أحسن السلوك اللي أنا استخدمتها بفترة، ولما جبت سلك واحد قلت لهم لا ابعتوا اتنين، بعد كده لما جبت اتنين قلت لهم لا ابعتوا خمسة، بعد كده
كده دلوقتي عندي اكتر من 8 سلوك من سلوك بليدز وولف عشان فعلا السلوك دي جودتها ممتازه. دول كانوا التوب 5 اكسسوارز من وجهه نظري ممكن تشتري موبايلك، ولكن في اكسسوارز زياده كده ما كانش ينفع تحط ضمن الخمس حاجات دول، ولكن عجبتني جدا وفكرتها بسيطه وحلوه جدا، وهي فلاشه. الفلاشه دي من ناحيه بتدخل في الكمبيوتر عن طريق يو اس بي تايب اي اللي هو يو اس بي الكبير، ومن ناحيه الثانيه مايكرو يو اس بي بتدخل في موبايلك لو عندك كمان الدونجل اللي هو من مايكرو يو اس بي ليو اس بي سي. لو انت عندك موبايلك يو اس بي سي ممكن تحطها في موبايل يو اس بي سي عادي. الفلاشه دي من سان ديسك ومساحتها 16 جيجا وسعرها معقول جدا ورخيص جدا. ما كنتش عايز احطها ضمن الحاجات الثانيه عشان هي سعرها يعتبر اقل شويه من الحاجات الثانيه، ولكن ما كانش ينفع الفيديو ده يتعمل من غير ما الفلاشه دي تتحط ضمن الفيديو. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. قولوا لي في الكومنت تحت ايه اكتر منتج من المنتجات اللي اتقالت انت فعلا ناوي تنزل تشتريها في اقرب وقت، واكتر حاجه انت محتاج لها ما كنتش عارف ان هي ممكن تاثر في استخدامك للموبايل. عايز اعرف ارائكم في الكومنتس تحت. يا جماعه كل واحد بيتفرج كده ينزل شويه كده ويدوس على زرار اللايك. ويا جماعه الزرار ده مش زرار داونلود، خلينا في زرار اللايك الحلو ده. ولو انت اول مره تشوفني اتاكد انك تعمل اشتراك في القناه عن طريق زر سبسكرايب وتفعل الجرس عشان ما تفوتكش الفيديوهات اللي جايه. شكرا على شفت الفيديو واشوفكم في الفيديو اللي جاي.